مرحبا بكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد مميز جدا، شاليه بفرندا كبيرة وجراج خاص وجنينة ومدخل خاص به قريب جدا للبحر، والموقع التجاري والخدمات العامة داخل القرية. ده مدخل الجراج، وهنا معانا عندنا الجنينة الخاصة، تراك كامل بطول الشاليه، بسم الله ما شاء الله، عرض ما شاء الله ممتاز ومميز جدا. ده مدخل الجراج العربية، وعندي هنا الفرندا، وهنا مدخل الشاليه، متقفل من بره حديد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا ريسبشن، متشطب كويس جدا، تشطيب عالي، جبسون بورد، وهنا عندنا مطبخ أمريكاني، مطبخ كبير ما شاء الله، وهنا عندنا حمام ضيوف. وعندنا هنا الحمام الثاني، ومعايا أول غرفة نوم، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد، وعندي الغرفة التانية نفس مساحة الغرفة الأولى، أو دي ممكن تكبر شوية، المقاس في المعاينة على الواقع خير دليل، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد،
عرض كويس وجميل جدا ما شاء الله، موقع ممتاز وقريب للبحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل القرية. ونتكلم مع بعض على تفاصيل الشريف الكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهارده العرض شاليه واجهة بحري مسجل في جمعية 6 اكتوبر قوات مسلحة، كامل الاعدادات كهرباء ومية، وبنستلم اخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. الشاليه له مدخل خاص وجراج خاص وجنينة خاصة بيه. المساحة الاجمالية للشاليه 120 متر، عبارة عن غرفة النوم ورسيبشن كبير واتنين حمام وفرندا كبيرة وجنينة خاصة تراك كامل بطول الشاليه. عندنا مدخل رئيسي للشاليه ده يصلح جراج. المساحة زي ما قلنا لحضراتكم 120 متر، السعر 350,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. ونشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. وكان مع حضراتكم من داخل مكان احمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. شرفونا المعاينة على الواقع وناخد مقاس على الواقع، وربنا يا رب يكرم ويبارك يا صاحب النصيب. ان شاء الله اشوفكم على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو لا تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا معانا كمان في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.